الماء راه في نقصان، وخير دليل هو هذا العام اللي كنعيشوه في هذه المرحلة. هرس مصطفى فلاح، منطقة الباركيين، إقليم برشيد، عمالة برشيد. كنديروا مهنة ديال الفلاحة، عندنا الإلفاج، الحبوب وشي ديال الخضروات. فهذه المدة ديال عامين كنا نسقنا مع المنظمة التغذية والزراعة باش نديروا واحد المدرسة حقلية هنا في المنطقة، اتجهنا للزراعة ديال الذرة باش نحاولوا نبسطوا التقنيات للفلاح بواحد الطرق اللي هي بسيطة وفي متناول الجميع. بحيرة الباطنية بدات كتضعف، لان كاين هناك واحد، ماشي نقولوا حنا واحد الاستهلاك اللي هو مفرط، ولكن واحد كاين واحد الاستهلاك اللي هو عشوائي، لان ما كاينينش تقنيات اللي هي بسيطة باش تحاول تحافظ على داك الماء وتحاول تسقي بواحد الكمية قليلة اللي كتستافد انت كماديا وكتستافد النبتة بداك الماء اللي خاصها. اتجهنا لواحد المدرسة الحقلية اللي كنا حطيناها هنا في هذه المنطقة اللي هي عندنا هنايا، وحاولنا نجمعوا الفلاحة هنايا وباش نلقنوهم كما نقولوا حنا أبجدية السقي بالتنقيط. درنا واحد الحقل شاهد اللي خدمنا عليه، هذاك السيد خدم عادي وحنا خدمنا بهذه التقنيات، لقينا راسنا بأن وفرنا نصف الكمية ديال الماء وعاد زيد المردودية طالعة. انت عندك واحد النظام ديال السقي اللي خاصك تتبعيه، تبقى متبعيه، مثلا كتسقي يوميا بواحد كمية قليلة وكتعطي حاجية الماء قد ما النبتة كتطلع وانت كتعطيها الحاجية ديال الماء. لقينا تقريبا اللي كتوفرت شي تقريبا توفرت بين 5000 درهم و 4000 درهم في الهكتار اللي توفرت لنا، وكاين شي كلشي بفضل ديال المدرسة الحقلية اللي كان عندها واحد الوقع على الفلاحة واستافدوا منها، وكنتمنى التعمم في جميع الفلاحات وفي جميع المناطق ديال المغرب.